من المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر موفد قناة الجزائر الدولية أم الخير حميدي. الجزائر تسلمت رسميا رئاسة مجلس الجامعة على مستوى رؤساء الخارجية. تابعت أم الخير انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، ضعينا في أهم ما شدد عليها المتدخلون في اللقاء الافتتاحي. نعم، إذا في هذه الأثناء انتهت الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء التحضيري على مستوى القمة، وقد تسلمت الجزائر رسميا رئاسة القمة أو المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث استلم وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة من نظيره التونسي عثمان الجرندي الرئاسة، ثم وجه كل منهما كلمة للحاضرين، وتحدث العمامرة وركز على ضرورة أن يصل العرب في هذه القمة إلى رؤية استراتيجية توافقية لمواجهة هذه التحديات، وركز على أن هذه التحديات خطيرة جدا وتحتاج إلى جهد جماعي عربي حتى ينجح هذا الجهد في تجاوز هذه التداعيات. كذلك تحدث كذلك تحدث أبو الغيط عن وشكر الجهد الجزائري الذي تمخض عن أو الذي توج بتوفيق أو توقيع اتفاق الجزائر الخاص بالمصالحة الفلسطينية. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نرحب بالكاتب الصحفي عثمان لحياني. أهلا بك عثمان. إذا تطورات كثيرة وتصريحات إيجابية، سمعنا كثيرا عن توافق عربي على غالبية الملفات، ككاتب صحفي كيف ترى أنت البوصلة إلى أين، إلى نجاح القمة؟ حتى الآن هناك محددين يمكن أن نتحدث عن في علاقة بنجاح القمة. المحدد الأول هو المستوى الإجرائي والتنظيمي. هناك الجزائر وفرت كافة الإمكانيات والظروف التنظيمية، لحد الآن يمكن أن نتحدث عن النجاح، على نجاح تام على هذا المستوى. ما سمعناه في الجلسة الافتتاحية سواء من خطاب وزير الخارجية التونسي عثمان جرندي أو وزير الخارجية الجزائري، وخاصة خطاب الأمين العام للجامعة العربية، هناك مؤشر جديد وربما في خطابات لم نعهدها في الوقت السابق، وهي هناك نوع من الصراحة، من الصراحة في الحديث عن الأزمات المنطقة العربية. هناك نوع من الوعي ومن الصراحة والدعوة إلى ضرورة تحقيق والقيام بجهد عربي لتحقيق تضامن والتعاون العربي. هناك بعض، لمسنا بعض الوعي بأن هناك أزمات حقيقية في الوطن العربي تهدد وجود الدول العربية، بمعنى أننا أمام أزمة وجودية بالنسبة للدول العربية. هناك إشارة مهمة جدا بالنسبة إلى أزمة الغذاء التي تعصف ببعض الدول العربية وبكل الدول، لأنها معنية بطبيعة الحال بأزمة الغذاء ونتيجة تداعية أزمة أوكرانيا وعلاقة أيضا بأزمة الطاقة. مجموعة هذه الخطابات تعطينا كل هذه المؤشرات أن هناك وعي بهذه المشكلات. ننتظر في الجلسة المقبلة وفي جلسة على مستوى القادة ما الذي يمكن أن التوصل إليه. حتى الآن نعتبر عمليا أن قمة الجزائر توفرت لها الكثير من العوامل التي لم تتوفر لقمم سابقة. على المستوى الفلسطيني مثلا، اتفاق الفصائل الفلسطينية يوفر أرضية جيدة لكل المشاركين في القمة والقادة العرب لكي يذهبوا نحو آلية لدعم هذا الاتفاق وتحقيقه، آلية جماعية. وهناك أمل كبير أن نحقق هذا التوافق، والجزائر هيأت كل الظروف من أجل إنجاح هذه القمة، وهي فرصة تاريخية وجب على القادة العرب أن يستغلوها، وهذا رأي مراقبين. عودة الآن إليك أحمد، وسنوافيكم ببقية التفاصيل حين ورودها. شكرا لك أم الخير حميدي على هذه التوضيحات.